لو معايا ألف على ب كانت بتساوي 3 على 5. الألف بكام والب بكام؟ معظمنا قال إن الألف بتلاتة وب بخمسة، ودي إجابة غلط. ليه يا أستاذ؟ ما هو الألف قصاده تلاتة والب قصادها خمسة. طب نقول إن الألف قصاده خمسة والب قصادها تلاتة، برضه غلط. أمال إيه الصح؟ قبل ما تعرف إيه الصح يعني إيه 3 على 5، 3 على 5 دي نسبة مختصرة، كانت ممكن تكون 9 على 15، كانت ممكن تكون 6 على 10، كانت ممكن تكون 12 على 20، وهكذا بلا حدود. لأن لو جيت أختصر النسبة دي يعني 9 3 في 3 وال15 5 في 3، لو شلنا 3 مع 3 هيبقى 3 على 5، 6 2 في 3 وال10 2 في 5. لو اختصرنا الاثنين مع الاثنين هيبقى 3 على 5، دي 3 في 4 وديت 5 في 4، لو اختصرنا الاربعة هتبقى 3 على 5. فعشان كده بقول له ان الالف بيساوي 3 في مين، ده ثابت، رقم ضربت فوق زيه زي ما ضربت تحت. بس انا مش عارف هو كان كام، هو ما اختصرناها ادتني كده، بس هو الالف كام فعلي مش عارف. فعلشان كده قلنا ان الالف بتلاتة ميم والب بتساوي 5 ميم. ممكن يكون لها اشكال تانية يا باشمهندسين، ممكن يكتبها لك كده بدل ما يديها لك في الصورة دي يديها لك في الصورة دي. طب دي معناها ايه؟ ان الالف بتلاتة ميم وان الب بخمسة ميم، يعني هنا برضو الالف بتلاتة ميم والب بخمسة ميم. وأصعب شكل ممكن يديهولك يديك الشكل ده كده، إذا كان 5 ألف بتساوي 3 ب، يعني عمل هنا وسطين في طرفين يا باشمهندسين. طب أنا هتصرف في دي إزاي؟ ألف على ب ما ترجعش فاضي، ألف على ب ما ترجعش فاضي، 3 على 5، ألف على ب ما نرجعش فاضيين. حط المعلومة دي في دماغك، يبقى في 3 أشكال للمعطى كده. ممكن يديها لي ثالثة كده، ممكن يديني الألف مقسوم على ده، ممكن يديهم لي مضروبين وسطين في طرفين وعايز نرجعها للأصل. استخدام الحتة دي في إيه؟ ممكن يقول لك أوجد قيمة، وممكن يقول لك هات لي النسبة. نشوف، إذا كان ألف على 2 بتساوي ب على 3 بتساوي ج على 5، أوجد قيمة ألف زائد ب على جيم. هنقول له بما إن الألف بيساوي 2 ميم والب 3 ميم والجيم بتساوي 5 ميم، يبقى إذا ألف اللي هو 2 ميم زائد ب اللي هي 3 ميم والجيم اللي هي ب5 ميم، طلع النتيجة 5 ميم على 5 ميم، كنسلنا الميم والخمسة اتبقى 1 حفظ 5، سين ناقص صاد على سين زائد صاد بتساوي تلت، أوجد سين على صاد. هنعمل وسطين في طرفين، هنضرب دي هنا ودي هنا، التلاتة هضربها في كل اللي فوق. في غلطة بتحصل مع الناس انه بيمسكوا التلاتة يضربوها في الأولاني وينسوا التانية، لازم تنضرب فيهم كلهم. يبقى 3 س ناقص 3 ص بتساوي س زائد ص. هنعد الس مع الس بقوا 2 س، هنجيب 3 ص مع الص بقوا 4 ص. س على ص ما رجعش فاضي، ب4 على 2، س على ص ب4 على 2 اللي هي بتساوي 2 على 1، يبقى أنت كنت عايز س إلى ص 2 إلى 1، أو كنت عاوز س على ص بتساوي 2 على 1. إذا كان ألف على ب بيساوي 2 على 3 وج على د بتساوي 5 على 7، أوجد ألف د زائد ب ج على ألف ج.
هنا في ملحوظة، لو اداك نسبتين منفصلتين كده ما قالش ان دول بيساووا دول، يبقى تحط هنا ثابت تناسب غير اللي هنا. هو ايه ثابت التناسب اللي هو مين؟ يعني ايه؟ يعني احنا هنقول ان الالف باتنين مين والب بتلاتة مين والجيم بخمسة، اي رمز تاني، اي رمز تاني كاف مثلا، والدال بسبعة كاف. بس هو الكتاب ذاكر الميم والكاف هو ده اللي حطهم ثوابت. يبقى هنبدل الالف اتنين ميم في الدال سبعة كاف، زائد الب بتلاتة ميم في الجيم اللي هي خمسة كاف، على الالف اتنين ميم في الجيم اللي هي خمسة كاف، يبقى 14 ميم كاف زائد 15 ميم كاف على 10 ميم كاف، يبقى النتيجة 29 ميم كاف على 10 ميم كاف، دول اتكنسلوا بقت النتيجة 29 على 10. يساوي 2 على 3، أوجد جذر 3 أ ناقص 2 ب زائد 9. الألف بكام؟ الألف ب 2 م. طب الباء؟ الباء ب 3 م. هات لي ناتج ده، يبقى جذر الألف ب 2 اللي 2 في 3 ب 6 م، ناقص الباء ب 3 اللي 2 في 3 ب 6 م زائد 9، دول راحوا، بقت جذر 9 بتساوي 3. في يا باشمهندسين مهارة من سنة رابعة، اللي هو يجي يديك نسبة أ على ب بتساوي نص، و ب على ج بتساوي 3 على 5، وكان عاوز أ إلى ب إلى ج. هتصرف في دي إزاي؟ تاني عشان الناس اللي مش فاهمة، أ على ب قلب نص، ب على ج قلب 3 على 5. المشكلة ان الب هنا باتنين والب هنا بتلاتة، طب انا هاخد انهي ب في المسألة؟ هي دي كانت المشكلة، فكنا عايزين نخليها نسبة واحدة. كنا بنعمل ايه؟ دول نسبتين يبقى في سطرين. النسبة الاولى كان الالف بواحد، كانت الب باتنين وما كانش فيه. النسبة التانية كانت الب بتلاتة، كانت الجيم بخمسة، ما كانش في ألف. وكان الأساتذة يقولوا لنا اعملوا حرف الN، اضرب دول في بعض ودول في بعض والناتج ده في ده كده، يبقى الواحد في ثلاثة بثلاثة، الاثنين في ثلاثة بستة، الاثنين في خمسة بعشرة، يبقى النسبة يا أستاذ ألف إلى باء إلى جيم 3 إلى 6 إلى 10. س على ص بتساوي 3 على 5، س على ع بتساوي 2، نغير الرقم. ماشي يا أستاذ، هو عاوز إيه؟ عاوز س إلى ص إلى ع، نجيبها. هنعمل سطرين، هنقوم بس مبدلين الرمز اللي قرر نحطه في النص، اللي قرر هو اللي حطه في النص. هنا خمسة وهنا تلاتة، السين بتلاتة الصاد بخمسة، السين باتنين العين بسبعة. مش هنبه الرمز اللي قرر بنحطه في النص، هنضرب دول في بعض دول في بعض دول في بعض، حرف الان. الاتنين في خمسة بعشر، اتنين في تلاتة بستة، تلاتة في سبعة بواحد وعشرين. يبقى إذا س إلى ص إلى ع 6 إلى 10 إلى 21. إذا كان س ناقص 5 إلى س زائد 1 بتساوي نص، أوجد س. سهلة، هنقول له س على 5 على س زائد 1 بتساوي نص، وسطين في طرفين، 2 س ناقص 10، الاثنين بتنضرب في كله. ركز يا باشمهندس في الضرب، لازم تضرب الاثنين هنا والاثنين هنا، ما ينفعش تضربها في السين وتنسى الخمسه. ديت يعني غلطه بيقع فيها ناس كتير، باكد لك عليها. هنا السين طلعت بكام؟
السين طلعت ب11، عملنا ايه؟ ودينا السين دي بقشره مخالفه، 2 س ناقص س س، 1 زائد 10 11، أ ناقص 5 ب على أ زائد 6 ب بتساوي صفر. أوجد أ إلى ب. هنعمل وسطين في طرفين، أو ناس تانية تقول طالما دي بصفر يبقى اللي فوق هو اللي بصفر، يبقى أ ناقص 5 ب بتساوي صفر. واحد تاني كان يقول هنعمل وسطين في طرفين، صفر في أي حاجة راحت. يبقى الألف بيساوي موجب 5 ب، ألف على ب مش هرجع فاضي، 5 على 1. إذا كان ثلاثة ألف بتساوي 2 ب، أوجد قيمة ألف زائد ب على ب ناقص ألف. ماشي يا أستاذ، أنت مديني معطيات، بما إن التلاتة ألف بتساوي 2 ب، يبقى ألف على ب مش هرجع فاضي، 2 على 3، ألف على ب ب2 على 3، يعني الألف ب2 مين والباء ب3 مين. إذن ألف زائد ب على ب ناقص ألف بتساوي الألف ب2 مين زائد الب ب3 مين على الب ب3 ميم ناقص 2 ميم، طلعت النتيجة 5 ميم على ميم بقت ب5. أوجد العدد الذي إذا طرح من حدي النسبة 2 على 3 أصبحت نص. نفرض أن العدد سي، يبقى 2 على 3 هننقص منها س، عدد طرحناه من حدي النسبة دي. بالمناسبة يا شباب، ده اسمه مقدم وده اسمه تالي، مقدم تالي بتساوي نص. هنعمل وسطين في طرفين، 4 ناقص 2 س بتساوي 3 ناقص س، هنعدي الس هنا بقى سالب س زائد 2 س بتساوي 4 ناقص 3، بقت السين الواحدة بتساوي 1. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم.